بسم الله الرحمن الرحيم. من منطلق أنه لكل فنان رسالة فنية واجتماعية تجاه الجمهور، فكانت أول رسالة لي في هاي السنة هي أغنية آخر المشوار، دعم للثورات الشعبية بدءا من تونس ومصر. طبعا الأغنية من كلمات الأستاذ القدير محمد غرابلي وألحان الفنان عصام الحكيم والتوزيع الموسيقي وبرعاية إلكترونية من إنشادكم. طبعا الأغنية هاي بفضل الله حسب الإحصاءات الموجودة على إنشادكم، على موقع إنشادكم، كان عدد المستمعين بحدود 20,000 مستمع فقط على الموقع. فإن دل هذا على شيء بدل أنه الأغنية فعلا رقت رواج كبير. الرسالة الثانية بقدمها للجمهور هي أغنية بلا صوت، بتناقش موضوع المجاعة والمعاناة اللي بعانوها أخوتنا في الصومال. الأغنية طبعا كلمات الأستاذ الراحل محمد راجح الأبرش هو توزيع الموسيقي. مش راح أحكي عن الإخراج، أستاذنا نورس المخرج راح يتابع معكم في هذا الموضوع. لكن الأغنية هي يعني إن شاء الله تعجبكم، وهي من إنتاج شركة سيمفوني، مؤسس سيمفوني ومؤسس نورس ميديا، وإن شاء الله تصحى قلوب البشر إن شاء الله. كما أشار الفنان إزا مسيبة، استكمالا لحملة نقاد الواحد لإغاثة الصومال اللي كانت نورس ميديا، أنا كنت كنورس أبو صالح كمخرج منسق الحمدي والهيئة الإعلامية، طرح علي يزن بعد ما رجعت من الصومال مشهودة، وكالعادة يزن يعني يتحفنا بإبداعه، فكثير التقطت فيها الصور من اللي أنا كنت ماخذه في الصومال، سواء كانت وثائقي بطريقة الوثائقي أو حتى بطريقة جمالية. طرحت الموضوع على يزن، كان شوي جريء الطرح، من يشتغل ديكيو ميوزك فيديو، يعني يزاوج بين الفيديو كليب والوثائقي. اللقطات التي اخذناها في الصومال كانت قويه وفيما يتعلق بالمجاعه. الموضوع انه تكاملت الفكره، صورنا الاجزاء الدراميه وسلوهات الفنان يزن في الاردن هنا، واكملنا الموضوع مع الفوتج اللي اخذناها من الصومال. نسأل الله أن تكون هذه يعني من ثمار التعاون بين المؤسستين سيمفوني ونورس ميديا، وإن شاء الله إن شاء الله نقدمه أفضل دائما لجمهورنا فيما يتعلق فيما يخص قضايانا سواء الأمة العربية أو الأمة الإسلامية. على صعيد طبعا أنا أتشرف بالعمل مع يزن، هذا ثالث عمل نخرج له، ودائما مشكور على الثقة اللي بيني إياها في هذا العمل، وهناك علاقة يعني خاصة قربتني مع الفنان يزن مسيفا. نسأل الله أن نقدم على حسن ظنك. أين الإنقاذ من الخطر يا أهل الخير من البشر؟